أمير، وينك؟ أمير يا أمي، شو هاد يا أمي؟ كنت رح موت من الخوف. شبك؟ شو صار لك؟ كتير خايفة. رفيف ما تخافي، تمام؟ اتفقنا؟ خلينا نروح من هون حباب، الجزيرة كتير بتخوف. كيف بدنا نروح؟ قليلي. ما بعرف نسبح يعني؟ ما في غير هالحل. ما بعرف اسبح. أمير، بدي اياك توعدني ما تتركني، اتفقنا؟ مستحيل اتركك. تمام، وكمان ما رح نتقاتل ابدا لحتى نرجع على بيتنا، ماشي؟ ما رح ازعل منك شو ما قلت. بدي اياكي ما تخافي طول ما انا معاكي. وهلا نحن وين بدنا ننام؟ هون رح ندبر حالنا لنرجع على البيت. بس كيف؟ يلا تعالي. رفيف نامي، أنا جنبك. شفت مرة فيلم هيك بيشغلوا النار. هيك بده يشتعل النار؟ الخشبة بيشتعل بالقداحة. ايه، من وين بدنا نجيب؟ ليش بدك تشعل النار؟ شو هالسؤال؟ كرمال يطلع منا الدخنة، وهيك العالم بتشوف النار وبيعرفوا انه بدنا مساعدة. عن جد امير؟ يلا شعل النار. ايه طبعاً، انت شاطرة تحكي بس. عطيني انا بشعله. كيف بدي أعمله؟ هيك صح؟ خلص اتركي، ما رح يزبط شي. أمير، خلينا ندور، بلكي لقينا قداحة. ايه صح، بلكي في قداحة واقعة من السما. استغفر الله. خلص سكتت. أنا جوعان كمان، يلا قومي. لوين؟ ندور على شي ناكله. ما رح نلاقي شي. ما بتعرفي تحكي شي منيح. ما حكيت شي. أمير، شوفي شبكي. تعال شوف شو في هون. هاي الحفرة أنا سويتها. شو صار لك؟ ما في داعي للخوف. خلصينا، امشي رفيف، خلينا نلاقي شي ناكله، رح موت من الجوع. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.